تاخذ الطرفة. ربي يفك عليها. انت توفر على الخوايا انا. نهاركم دقلة وحليب وصلاتكم على النبي الحبيب أسيا. نهارك زين يا عم علي يا باهي. النسوة يا سيد يخدموا على أرواحكم. يا ربي يعاون. يرحمهم الناس الأولى اللي قالوا يرحم من يخدم خدمة وتقنها أسيا. النسوة يا سيدي. يا ربي يعاونكم. حموص. بابا. أو قهوتك العادة وأوني ناقصة سكر. رفوقة. خويا شو هذا؟ يعيشوا عم علي. يخرب سي تبع سكر. حطوا لك أبا كارس وبرا. هيا اثنين هيا وقهوة تكي العادة. جيب لي كاس ماء. كازوزة الله يبارك. ها؟ كازوزة قالك يا عم علي. به. توا شنو يا رزوقة؟ مش سمعنا الغناية جديدة؟ هيا رزوقة. هيا ما تعملش حب عزيز. هيا رزوقة. هيا رزوقة. هيا. يا رزوق عايز خويا. يا رزوق عايز شنو معاك؟ البنايه جديده على المعلم والقواده بطل. ما تخاف خلنا اسمع خلك في بير يا رزوق. نسينا في باتريك بريوال. حتى عمك علي مشى. هاي 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 دورها جوبي يا خويا. هاي يا رزوق. يا رزوق شجعوا رزوق شجعوا رزوق. شنو مش يخطب رزوقة؟ لا يا عم علي مش يغني. مش يغني ما انا نجي حداه باش نسمع مليح. انا تعرفوني عمكم علي. يا برا اضرب يد. هاي طب امشي. ارضى علينا يا اللي الله 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 انا محتاج محتاج اذا شفت هضوا منا كما بشويه لعيب. اما بشويه لعيب عوضني. ما تشهرش علينا سلاحك تعمل لنا براج كراج براج 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 ما تشهرش علينا سلاحك تعمل لنا جراج ما تشهرش علينا سلاحك تعمل لنا براج. احنا نستنى في اعدادك في منحتك. يا خويا ايا رانا نستنى بالذمة في منحة راس العام. اذا تخصمت مع المضمة تحرمنا احلى حراس. تحرمنا احلى حراس. تحرمنا احلى حراس. تحرمنا احلى حرام. هو تعليق يا زين. والله وحده منحه الانتاج وحدها 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 اصل عام زاد. هبطوها عليا مش نغني لكم غنايه. اي اي يا زين. انت مش تغني. مش نغني غنايه انا. ما فهمتش. تودوش بالفحاء. عايش ولدي. راجل كبير عايش ولدي. بشوية بشوية. ايوه. مرك وخرتين وركك. هاي خلنا يا عم عليك مرويحه على الكرجومه يا حنينه. يعيشوا. دا 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 والله نهار عليك اليوم باش ترصيلك في شعمطه عرفت باش يعمل هجوم حياتك مشيها سلطه. يا عرفي 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 نجح
الشب يا اخي ما فما حد في البيرو هذا وسطكم رجال يا عرفي يا عرفي يا عرفي يا عرفي يا عرفي يا عرفي ناقص مسامر الفنجانة ناقص مسامر يلزمنا الريف بسم الله انت وريك له سو هذه الخدمة بتاع سيادتك الصباح تعب يا كوكا تو نجيبلك يا اخي شركة مقاولات هذه ولا كافي شام شو الهمة حتى واحدة في البيرو بتاعه الناس كل واحد هشام هشام اه بس هاتوا ندور لكم على المذهب الحام يعني هذه خدمة بتاع سيادتكم انا هوني ها لا واحد نجي بالبيرو ندخله باه يعمل ادخل ادخل اقعد دق للصباح والله كي تكسروا الباب وعلى ابي وعلى رقته بالصباح وانا ندق السيد المدير غطس في الدوسيات السيد المدير هكا غطشي في الدوسيات طبالو ذكرى ومد بيقرا ما عادش يقيمو بسم الله هاتي صباح الخير يا سيد المدير انهارت دقله وحليب وصلاتك على النبي الحبيب 55 نوري خفى قلت لك اعمل حرز يا سيد المدير ياخذك بالنفس 55 والله يبارك والله عليك تهز القفه الاصبح ما تقعد كان شيء قولوا كالعاده زوزو طيب عاد شوف بسم الله قل لي يا علي نعم اطلق قل لي يا علي حيب قلت قل لي يا علي زاد على همي كان هذا ما تقوليش علي شبيش اشيتك مايل على جنب كاسمع كلم فيك شبيش اشيتك مايل هكا على جنب شبيها مش موسطه ارجب والله في بيرو جامد صحيح شو اللعبه قتلك اشبيش اشيتك على جنب اي رجل اشيتك خير من رجلك انا تو اشبيها على جنب شاشيتي اشبيها على جنب تو سيد المدير عندي نخدم في الشركه ذي 30 سنه ما لقيت نحط على جنب كان شاشيتي احمد ربي متربي والله متربي قولي رزوق جاي الخدمة ولا باقي غايب والله العظيم تايب والله حطك رزوق جاي الخدمة ولا غايب ما سمعت شيء باه برا سيدي برا 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 قيني برك على الصباح سيد المدير انت لا سألتني وانا لا جاوبت مش رجوك ارجع الخدمة اليوم هون وقاف في بيرو اي الحمد لله عليك فرحتوشي بيه عملتوشي متفرحات دورتوشي عوادة بالشريكة فرقتوشي الشروبو مكتوبو حتى احنا قلنا لك لازم الفراق مكتوب ورجع يا عبي باهي برا نديله برا نديله تو باه لا غدوة غدوة سيد المدير تو رزوقة قداش عنده غاية في عون تناديله وتسخسخه وتعمل له صابونية انا والله نضرب معاك ورس ولادك هو قدك برا نديله عاد تو لا غدوة غدوة باه غدوة عصباح نمشي نقيمه هذاك هك غدوة عصباح ناخد تراه ونمشي له كان ما نمشيلوش يعديها بالجمعتين راقد هذاك باهي باهي طول بالك معايا سيد المدير طول بالك تعرفي ما نسمعش مليح عندي حشاك عمر ها برا برا ما نديلكش برا برا نمشي نقعد
رزوقة والله كنت نشكر فيك للسيد المدير. قلت له ذاك رزوقة إنسان منظم يغيب نهار نهارين جمعة جمعتين شهر شهرين خدمته ديما مريقلة. دلواش يا رزوقة وخيان دلواش أكلا لازم ديما كل مرة تحشمني يا أخو بخاطر برا إن شاء الله يلكك الصباح. دقلة وحليب وثلاثكم على النبي الحبيب. إذا ما تراش مانا يا سيرزوبة أوحشنا يا سيرزوبة. الله لا يوحشك سيد مدير. وحشناك إيه؟ الله لا يوحشك. بكري ما شفناش الوجاية اش نعمل سيد مدير كل شيء بالتسهيل. آه والله تمشينا عليك بالشريكة الله لا يفجعك سيد مدير. قلنا بالك شي يكون رزوقة تو الله تصلي على النبي 15 يوم غايب لعل لا قدر الله حجرة في فم الشيطان يكون شي مريض. ايه كنت مريض سيد المدير نكح. حتى هنا والله عرفنا قلنا مداب رزوقة غاب ما يكون كان مريض. وبعدنا لكم جملة طبيب الشركة للدار. ايه جاني طبيب الشركة للدار وقابلته بارك الله فيك. ست مرات نبعثوا لطبيب الشركة للدار. جاني ست مرات للدار وقابلته بارك الله فيك. ست مرات نبعثوا لطبيب الشركة للدار وست مرات ما يلقاكش في الدار يا اخي. ما يلقانيش. اه متخافوا في الثنية يا اخي. مزرق زرقة في الصباح وزرقة في العشية. ما يجيكش غريب. ما يضم على ربي شيء. بقى ستة مرات طبيب الشركة يمشي للدار وستة مرات يقولوا له داركم لا رزوقة ما تقاش في الدار. إذا تحب تلقاه تلقاه في التبرنة يسكر. في التبرنة؟ آه. لا يا سيد مدير جماعة في الدار مغاربيني على خاطر قصيت عليهم المصروف. أما متى وتشوف كيفاش نوريك فيهم سيد مدير؟ لا 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 ما تحليش دمك يا رزوقة. ها تحنا ما صدقنا ربي جاي. اسمع يدربزوا فيها في الدار سيد المدير مش يخلوني نبرة بالكل. جا ربي ما تدربزنيش روحك يا أخي. بالسيما جا وجايك لا تدور شعتنا. بالله سيد روحك ما تحليش دمك. والله يا سيد مدير على ملاحتك معايا لما نفرغ القلب ولما نفرغ كما يقولوها الرومانة. فرغ ناس لولا الله يرحمهم يقولوا إذا كان الصدق ينجي الكذب أنجى وأنجى. لا نسولة ما قالوش هكا. نسولة قالوا إذا الكذب ينجي الصدق أنجى وأنجى. كيفاش سيد مدير؟ تلي قالوا شعنا تتكلم بركة. قلت لك سيد مدير في اللي ما تلخر هذه في الحقيقة ما كنتش مريض. بالله هكا. أما عندي السيفة متاع الدار حبيت نحلها حانوت يعطي عطنية باش نعملوا النادي متاع موسيقى. نخدم بالعرات شوية ماني مغروم بالفن أنا. سمعت بيك. باش يراجع عليها شوية مصروف. علاش الشهريه اللي قاعدين نعطيوك فيها 150 دينار و500 ما كفاتكش؟ 550 سيدي. ايوا 550 باهي ما كفاتكش؟ شويه بالكل. ايوا هيك هو بالسيف ما لقيت سلعه وبالسيف ما لقيت بنا واخريت في البن. قلت نرجع لخدمتي نستكفي بروحي. ايوا ونولي سيريو. انا هكا يا سيد مدير وجيني خبر مشون ياسر ولعبت بيت وزمة. شنو عطاك وحدات؟ مازال. اش بيك يا سيد؟ فما واحد مرجني من الصباح هو يستنى يحب يقابلك. قوله في مالطا. قوله زيد استنى الله يبارك. كيفاش يا رزوقة؟ ولعبت بيت وزمة. زادة. شنو زادة سيد مدير؟ لا طول نثبت يجي شهر جيت قلت لي ولد عم تبي توفى. عاود توفى صار انا ديجا قلت لك ولد عم تبي توفى. يظهر لي هكا. لا هذا ولد عم تبي الاخر قل لي يا اخي جاي تكلم الشريكه ولا جاي تستبله بيها؟
مش خاب الكلام السيد المدير، انا نحبك ونحترمك وما نحبش الكلام الماسط هذا يجي ما بيناتنا. لا ظاهر ظاهر يرزوق على احترامك. اي علاش وقت السابق ريت مني حاجه مش باهيه؟ لا بالعكس مرينا منك كان المليح. اي خلينا نجيب الملف بتاع سي رزوق وندرسوه مع بعضنا. لا لا يا سيد مدير بجاه ربي لا فاش قام. لا لا والله انا ماشي ضايع. مش نشوفوا الغيابات نتاع سيادتك السنة بركة. نهار 3/2 جانفي أم سي رزوقة صارت الدوام لله. يا زين يا سيد مدير ما تفكرنيش في همومي. يا رحمك يا أمي وينعمك. نهار 3/25 جانفي أم سي رزوقة عاودت ماتت. ما هو تثبت عليها. وقت شديت لنا عمنا ولا عام كامل وانت شد لنا بابا مات وتاخو نهير بابا مات وتاخو نهير وبعد دورتها لنا امي ماتت تخديت نهير عاودت امي ماتت قلنا لك سمعنا لباط يجمع 500 يكون وما الام وام واحده. نهار 2/7 خوك الكبير قتلته كهربا. نهار جمعة 12 مارس ولد عمتك مات على العملية. نهار الجمعة 18 مارس ولد خالتك طاح من السطح مات. نهار الاثنين 12 أبريل جدت بوك. جدت بوك صارت الدوام لله. نهار الاثنين 20 أبريل جد بوك. صار الدوام لله. نهار 3/2 سلف اختك مات في الخارج. هذا نذكر وهلكنا. خاطر نهار 2/16 جابوه ضربت انت نهاري. نهار 4/2 هو عمتك هو اللي توفى. نهار جمعة 24 جويلية نسيب مرتبوك ضربوا. نسيب مرتبوك اش ضربوا اخويا؟ نسيب مرتبوك اصبر نتفكر يا سيد. نسيب مرتبوك ضربوا الضوء والضوء حرقوا شوشت الضوء مشيه الضوء والضوء. صحيح 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 تبقى فما غليطه مطبعيه ممكن وقعت في الرخصه اللي بعثها لنا. قلت ضربوا ترينو. ترينو خير من كل عقد من الاول. ترينو نفس رب ورقه في القاع. يا ترينو يا ترينو. نهار 2/3 نهار 2/3 شكون مات لك وقتها؟ نهار 2/3 عمناول. عمناول موت رحناه بوسي تعمناول قدن هكا هذا بتاع السنة. خالت نسيب خالت نسيت خالت نسيت توفى. خالت نسيت سيد مدير كانت مرا مليحة 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 مش نقول لك وتمرشني وتعاوني بأسرار. يا خالت نسيت شكون خليتي؟ نهار 2/3 ما مات لك حد. علاش ما مات لي حد؟ قالوا ما مات لي حد. مين أبو احنا؟ ثبت روحك وثبت دوسيك القانون تموت العبد. قالوا ما مات نهار 2/3 قنطرة. قلت لك شي خلت قنطرة. يا رحمك يا خلت قنطرة وين لعبك يا خلت قنطرة شكون خليتني؟ خلت قنطرة دي يا سيد مدير كانت مرة مليحة 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 مش نقول لك دي منتا كانت يا خلت قنطرة. عطتني دي منتا. لا خالتك قنطرة ولا عمك أوتوروس.
نهار 2/3 سبتمبر الحاكم اعطاه قنطرة. يعطيك الصحة. شبانة سيادتك حلت هامة في العائلة باش تاخذ الكونجيات. وقدرة رب العالمين الكونجيات الأموات بتاع عائلتكم ما تموت كان نهار قبل جور فيلي ولا نهار بعد جور فيلي باش سيادتك تاخذ جور فيلي لون. هذا من ناحية اللي قتلتهم السنة في العائلة بركة. خلي عاد من اللي تعرس لهم بست مرات في الشهر. الله يسهينا. من اللي تطهر لهم بالمرتين في الجمعة. من اللي تطلق لهم كل ثلاثة أيام. من اللي تفرح بيهم من اللي تراش تعمل. جبانة سيادتك حلت هنا في العائلة بس سيادتك تاخذ كونجيات روحك وتعطي القناطر وتريقل في أمورك. وتوا يا سيد. مش نطلب من سيادتك مش تعطيني ليستة كاملة دي أفراد عائلتك واحد واحد. نحب حتى كي بيبدا على السنكي أمو سيزيام إيطاج تجيب لي اسمه. حتى اللي في كرشمو تجيب لي حساباتك. باش نحكر سيادتك العائلة هذه قداش مازال فيها باش أنا نعرف قداش مازلت مش تغيب العام الجاي واللي بعد. وين ماشي؟ مش نجيب لك القائمة اللي قلت لي عليها. يا سيد ونب علي. الشريكة ما هيش تعطي فيك ب 150 دينار و 550 يا عم باش تقعد سيادتك او تدفن او تعرس او تطلق او تطهر او تلاش تعمل. لا يا سيد الشريكة تعطي فيك ب 150 دينار و 550 باش تقوم لها باعمالها يا سيد. وليدة ما باش تقوم بالاعمال هذه ولا حق الباب او نبع عليك. حلوة هاد نمشي على روحي يا سيدي. لا يا سيد مش نعمل انا مش نعمل. شو اللي تحبني نعمل بالله بسليش تحبني نعمل بالقسم اللي تخدم به سيادتك. فما ثلاثة مني انت سي مصطفى سي عظمان. سي مصطفى انسان مسؤول على التنقلات نهار كامل ماهوش البيرو. لا بارك الله فيه عمره لا غاب نهار عمره لا عملنا كونشي مالادي عمره. اش بيك يا سيد حليت لي شواح جمع مولا باش سي مصطفى مات. عم سي مصطفى مات بوه مات. هكا كون قالك سيد المدير تعمل عليا بنية تعطيني كونشي بنهار باش ناخذ رطة الدفن ونجري الحنة والطن والحرقوز وشيخات الكل. بر امشي اخرج اخرج برك كلو كان لكم ثلاثة ايام حتى انا قلت السيد المدير تو تفهم الوضعية. تفينا بتاع بوسي مصطفى وقتاش قهوة حتى تخلصني من القديم انت كانت قهوة حلوة هذي. اش كنت تقول انا؟ كنت تقول انا سي مصطفى عمره ما غاب وعمره ما طلبك في كوشي وعمره ما مات له. رحت سي عثمان نهار كامل ماهوش في البيرو لانه عنده اعمال اخرى قائم بها وانت هك تعدي لي العام في الولايه وفي المصايب وفي الاخر. شنو نعمل انا؟ شنو نعمل؟ فكر الشريكه شنو نعمل؟ فزلي شنو نعمل؟ فزلي كان عندي تصدير فزلي اسكت عليا. ولهذا اعرف او نب عليك اما الخدمه ولا الاستقاله بتاعك وراني قابلها بالمسبق. انسان بشرطك المصايب والشو التابع هابط عليك وما نعرفش شنو وخصصتي تعرف ما تولمكش سامحني. نخرج السيد المدير. وين ماشي؟ مش قلت لي يخرج ابتداء من الغضبة. الخدمة من 8 تاع الصباح. وما جيش البير من 8 تاع الصباح قدم لي استقالة وراني قبلها مسبقا. سيد مدير والله سخفت.
أسفت عليك يا سرك وفرلي من كلامك كانك شي ماكش فرح بيا بالكل. ماكش فرح بيا. الله يفرح بيك يا بزوكا. فرح بيا. مش نطير بالفرحة. بالله. شايف؟ عامل بونكي. مش نتكرهها مش نتكرهها مش نتكرهها. ها 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 وخيك وخيك ما تضربوش الواد. شبيك يا سيد شبيك؟ هاك السيد مرجني من الصباح ويستنى قالي تو نحب نقابله. قولوا زيد سنة شوية باهي برا. برا قولوا زيد سنة شوية. قولوا قال بروح. والله حلوة الناس من الصباح يستنوا بعد قالوا بروح. قالك بروح. والله السيد مدير ما عندك علاش حلفني ما حدش شرك انا اللي اقص عليه. سيادتك ربي يهنيك الزملاء. سيادتك ربي يحييك كيف زملائي بهي اللي عاملين مسكرتهم بالشريك وتمسكر عليا ما همش فاهمين حالتي بالكل كتحط روحك لبخدي سيد المدير تو تشوف الدار اللي انا عايش فيه انا سيد المدير واعوذ بالله من كلمه انا كل يوم نجي للشركة بخاطر قدام عصر التالي انا سيد المدير قاعد نعيش في خوف مستمر خايف مرعوب لا تجي نهار ما كنتش في سحنكم بعد معركة دامية وانتم وزوجتكم المصونة وتردوها من قلبكم في شخص المزمر خايف من نهار يظهركم تحطوني حنك الباب ونتحرمك ال 150 دينار اللي ناخذ بهم 150 دينار و 550 ومعاذا سيد مدير ماشي مقصر من ناحيتي بالكل تراني كل يوم كل يوم نقوم عند الجزائر كل يوم نقوم عند الأذان ونوفر الروح ونقول لها رزوق يا رزوق هيا قوم بابا من النوم قوم رزوق يقوم مش الخدمة متاعك تقوم يزم البخل تراك عندك 8 أيام ضربت حتى ضربة في خدمتك وشكون يعرف الله لا يقدر حجر في فم الشيطان عارفك تو يتنرفز ويجيبك حانك الباب هيا قوم رزوق هاي يقوم يزم البخل يقوم بابا قوم بابا يقوم قوم يقوم 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 ونبدا نخف في روحي نخف في روحي نخف في روحي حتى نسمع كلامها نقوم نجري 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 نلبس حوايج نسرح ونفتح ونشد الثنيه تاع الاداره برا ماشي برا ماشي برا ماشي بعد خير خويا برا ماشي برا ماشي برا ماشي بعد خير اختي مش ليك برا ماشي فك عادل سقلي برا ماشي برا ماشي تمشي نوصل نوصل نلقى روحي حاشاك في تبرنا ولا يقول بيني وبين روحي هي رزوقة كيف حصلت نحاسة مطلوبة برا مشي اعمل كعبة بيرة طير بيها ثمنة الليل وارجع الخدمة متاعك في فورما نولي نصر انا اخو كعبة بيرة اعطيني كعبة بيرة انا نكمل كعبة بيرة وبيع العظم يخلط اعظم تاي اعظم سخور اعظم تاي اعظم سخور حمد اعطيني كعبة عظم كعب عظم كالعادة إيه كعب عظم كالعادة نولي نشرة ناخذ لك كعب عظم ونقشر هذا أنا جيب شناكل هاي وهي تسخف نمسيك ناكل كعب عظم لا عملت لديها لا سقيها تهبط شايحة لايحة في كرشة كلكة نولي نشرة ناخذ معها كعب بير أخرى كعب بير أخرى أنت تكمل الكعب بير الأخرى وبيع الكاكي يخلص كاكي ملح كاكي سخون كاكي ملح كاكي سخون تشي تهوكي والله يا سيد مدير كنتش كنت حرام بقى سيد مدير تحب نهنيك من حاجة تقاني أنا نصر وأنا منش متهن تقاني أنا نصر وأنا ضميري وبخفية تقاني مشاشة عين على الكورتوار وعين على الدبوزة وعين على المنقالة وعين على الباب يدخل شي حد تقاني نقول بيني بالروح تو 8:15 يرزوقة وقتش بالشغل تخرج تمشي الخدمة متاعك وبعد نقول هو كان نجري شوية تو نخلط في الوقت هيا تعرفش كيفاش شمال ها زيد كبابير روح هاي بابير ثمانية واربعة
عنها الراح. شنو كل اللي جاي على بعيد هذيك؟ مش صحابه؟ لو كان توا نخرج ونترتصب ونبدا انا نشرب ونترتصب انا نشرب ونترتصب انا نشرب ونترتصب ولا نصرف في الدرج. هاي تعرفش كيفاش مالك كيف توري 8:05 نخرج هات البيره. كي تولي 8:05 تقول بالك توا انا نخرج من هنا تعرضني رابحه نتاع البوليسيه توا توصلني للاداره. والله يا سيد مدير كان نفسي كنت حاب. لا بقى رابحه عمري ما فكر فيها. علاش؟ على خاطر بما اني مانيش رابح بقدرة ربي رابحه عمري ما تدور بيه. اما تلقاني قول بيني وبين روحي يتوا 8:30 يا رجل. وقتاش باش تخرج من تبرنا؟ وقتاش باش توصل للاداره؟ وقتاش باش تشد بيرو؟ فك عليه انت غبت غبت. لو كان تو تمشي للاداره وتجي داخل في الكولوار تطيح كف وغرز انت والسيد مدير ويبدا عاد هو داير به الدجاج الاكحل ويرضع كيف الغوله في اولاده من تالي يشدك الصباح يعكس عليك ويمرمدك ويقول لك يجاني هوني تو جاي الخدمه نتاعك تو جاي خدمتك تو 8:30 المتوظفين المحترمين يشدوا خدمتهم ترى ريحتك بالشراب جاي الخدمه نتاعك بالشراب جاي خدمتك بالشراب يا سيد هبط ايدك أنا كيف كسكروتك عندي صوت باش ناكل الزبد أنا حلوة هذي المنجي الشوفير تاع الإدارة قالك سيد المدير تعمل عليه مزية عنده الزن باش نتاع خوف قالك تعمل مزية تعطيني كره باش الإدارة نهز عليها ولا تخومة برا انت وكرهت الإدارة حتى انت زاد اقول له يهز عليك شويه درج قول له استنى نمشي مع بعضنا الله يبارك ربي فضلك هو قل لي مش عندك تتكلم ولا تفضلك هيك هو عاد ترسم النهار كل تركن في قبرنا وانا اقول بيني وبين روحي يا رزوقة هي مية هي مية ودوارة انت غبت غبت برا كمل غيب نهار اليوم وغدوة ارجع للخدمة تاعك في الفورمة وبرا ومو الغدوة عاد يا رزوقة يرجع نفس السيناريو ومو الغدوة يرجع نفس السيناريو يرحم والديك في هالكلمة عادة اللي تسميها عيشة يا سيد مدير ها كنت متشعر وبالعكس اعرف اعرف من الدمار اللي نعاني فيه اذا عطل ذوق ونصور الماكله ولات مره في فمي وانا خايف خايف في الدار تلقاني خايف ليجيني تيليجرام على غفله يقولوا جابوك حق الباب وفي تبرنا في تبرنا تلقاني خايف ليدخل المدير على غفله يسرح يلقاني يصب ونوحل في الثنيه تلقاني خايف ليعرضني زميل من زملايا ويهزها مقرصه محرقسه ويزيدها قرابت من فوق يمشي طول 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 يصبها قدام السيد المدير حياتي ولات سلاطه ها شكون قال سلاطه حياتي ولات برود ومتاع فجعة تكلم فيك أنا شاوبني مش هدك تتكلم ولا تفضلك يضحك السيد هذاك قبل ما ندخل الشركة متاعكم راني ناخذ من 150 دينار 500 كنت أكبر في الدنيا كنت نفضلك برشا واصحابي يضحكوا ياسر عنه كتب تاعك على ما كنت نفضلك كانوا مسميني الجهوان انا كقبلت كنت اسمي الجهوان انا صاحب حاجه اخرى يا بهلول ايوا اسمي كاردونة ولا قنطرة ما تعدي طول وانا هوني ما شفتيش ها ما تعدي طول ما شفتيش تفضل سيدي اش تحب مرت رزوقة اي جات من الإدارة تو تصيح وتعيط وكشكشها على فمها قالت رزوقة تو
تو جمعة ما طانيش مصروف الدار. لا استنى في جلسة مع السيد المدير، استنى كي يخرج احكي معاه. قالت لي نادي هولي تو ما كانش دور ندخل ندور، بدورت ودورت السيد المدير معاه. يا عربي هيا ان شاء الله دورتك معانا. يا ابو علي يا ربي السيد المدير اعرفها. هيا هذه ماهاش مرته، هذه دالندا صاحبته الحجامة. ساعة ساعة يهبط يمشي يعمل حذاها قهوة في الحانوت اللي مقابل الإدارة. هذا اليوم ساعة وقت وجات تسأل عليه. يا خوالي يا ربي السيد المدير أعرفها وحده، أعرفها وحده. اما تاولك بهلول، امشي يا بهلول وامشي يا بهلول. اوه يا بهلول شبيك جيت مأخر اليوم. اوه يا بهلول كي السبب جيت بكري؟ خاطر ما تعرفهمش يومك 150 دينار هذوك كل شيء، هذوك منهم الماء ومنهم الضوء ومنهم القوت ومنهم فن الموت كما يقولون، ومنهم سلاح ومنهم سكره للصباح. سكره للصباح، سكره للصباح سيد المدير. علاش قلت لك انت ولد كيف زملاء؟ زملاء اللي زروني نسكن باش نتفرغ. بربي احنا سمعت 150 دينار و550 نسكروا باش نتفرغوا، لا نسكروا باش نشيخوا، لا لا بربي نسكروا باش ننصبوا، لا احنا نسكروا باش ننساو، نسكروا باش نتخدروا. مش من خوف، خوف يا سيد المدير. لا تردوني وتجيبوني حنك الباب وانا عمري ولا 35 دينار. 35 دينار شكون مازال يخدمني ويرضى بيا سيد المدير؟ لو كان تردوني وتجيبوني حنك الباب شكون؟ اما عجبتني يا رزوق، اللهم صلي على النبي عليك تبارك الله، وليت دماغ وليت تخمم مليح. نخمم يضحك السيد المدير. قال نخمم وسكت. شنو نخمم؟ نخمم 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 حتى وليت الجدار الناس قاع العظم. قالوا يا بيا فاش تبيع؟ قالوا كل شيء بالحال. شو باش تعمل استربيه توا؟ الجدار قاع العظم وينو؟ نخمم 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 حتى في عام نقص 10 كيلو. وكركوشي في عام نزيد بسم الله نزيد نضعف شوية. وفارات يا سيدي. شفت فارات كيفاش ذابوا؟ يكشف علينا حال. فارات انه كان، فارات انه كان ما جاوش قمح راه مخلط فيهم الواحد وقال زوج شمعات متاع انيفرسال. ووصي يا سيد مدير، بديت فكره على وصي. لا بربي هذا تو تسميه وسط، هذا مش وسط فزاني مرتاحة وين حتى سروال مسروال متاعي ما عاد يجي قد والستة كل يوم زيد فيها نقبة، كل يوم 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 نقبة. أوجاك أوجاك. وعلى هالمعدل هذا السيد المدير لو كان نقعد نضعاف 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 والستة نزيد فيها فنقب فنقب فنقب، ما فيك في يدك جمعة أخرى نوصل للحياصة بتاع الستة. هذه عيشة السيد مدير، نهار كل في الفجعات وفي العكسيات. حتى أيوة السيد مدير. نعم ما قالوا لكش؟ لا والله لا بربي ما قالكش. والله منك نسمع في الليل ولات نكح. نكح 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 حتى يلفني العرق ونقوب العشر مرات نمشي نعمل شربة ماء، مالي ريقي شاح وكبتي يبسد ورواريه طبطب وانا مشي. يا سيد المدير قلبي ما هو قاعد يقول لي في الخير، قلبي قاعد يقول لي قال لي انو نهار نهار. وبعد ساعاتك قلبي يحب يفدلك عليا كي يقول لي قال لي انا مت. ايه مت رحمه الله عليا.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. هذا ما يمنعش يا سيد باش تمشي خدمة الشركة. ما نجمش ما نجمش ما نجمش. علاش ما تنجمش؟ ما نجمش ما نجمش. فديت فديت وروحي طلعت من الشركة بتاعك. إيما أنا قدم استقالتك. إذا خدمة كل كيفك يا خيبة المزرعة يا سيد. خدمة كل كيف. يضحك السيد المدير. وش خسر ربي ما عطاك لو كان جات الخدمة كل كيف. إذا كان الخدمة قاعدين يعطيو في المجهود اللي قاعدين يقص عليها أنا حاجة أخرى. أنا الشركة نعطي فيها في دمي. الشركة نعطي فيها في قلبي. الشركة نعطي فيها في روحي. أنا قاعد نذوب باش الشركة تتفرهد. أنا قاعد نفنى من الدنيا باش الشركة تتعشر. خليها الشركة تتعشر تربي الأحمال. احنا كي نضعفوا ما يسالش. شنو احنا؟ احنا حكاية فارغة ماشي للدود والتراب. عم نقولك الحق سيد المدير سيد ما عادش ينطاق. ما هو الحق؟ حتى انا هذاك هو رأيي. الشيء ما عادش ينطاق. فديت قلقت مت مرض. مرضني مرضني يا سيد. ولذا قدم لي استقالتك يا شيخ. قدم لي استقالتك. قدم لي قدم لي وقابلها راني بالمسابقة. ما هي مشكلة. قدم لي استقالتك. يضحك السيد المدير. بالله يضحك. صح اليوم السيد المدير. ايوا قلت لك منفنف هكا وشاري هكا على الخدمه وعاطي ثقه في روحي هكا وجاي هكا معمر هكا وناوي نفبك بالزياده. جاه ربي يرزقك اليوم جايني معمر باش تطلبني في الزياده. علاش لا سيد المدير؟ مش قلت انت مش تزيدني في الشهريه كيف انا نرضيك؟ وفي بالك ترضيني كيف تجيني تقول يزيدني في الشهريه؟ ها ترضيني؟ ملا ما ثم شيء. لا ثم ثم الخدمه وسكت وثمانية ونص بتاع الصباح ما كاشي سمعنا قدم الاستقالة. كيف تهم؟ اي فات مقابلة. أبو قررت 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 باي سيد المدير باش نطلب منك حاجه وحاشم قد الدنيا. ما نعرفش في بالك شالي انا ما نسمعش بالكدا ولا لا؟ مش عربي والله ما في بالي. ابو ما تسمعش مليح. لا ما نسمعش مليح. طريف برا. ايوا مؤخرا عملت عمليه على وضني اليمين. عاد تو قلت نتوكل على الله كما العملية الأخرى على وضني اللي صار. ما هم صنعة. أنا تسمع لكم بالكدا يدي. حمد الشكر ليك يا رب. يا عاد الجماعة الزملاء نصحوني قالوا لي يكلم سيد المدير أتو يهز التليفون ويكلم مدير السبيطار يأخذ لك فرش باهي وينظم لك أمورك ويسرحك على قاعدة. الله يبارك يا سيدي تو نكلم عليك لوناس. ربي يفضلك. أربي فضلك ويخليك ليه. حتى هما قالوا لي تهنى السيد المدير قلبه كبير وما يخليش بيه. تفضل رزوقة. شبيه قالك تقيت في الوحدة متاع الوحودة اللي في الوحدات. قالك أعطيني يكون جيب ثلاثة أيام يا رزوقة. قل سيد المدير فاش تقيت فرقة فنون شعبية. قل له أبشي. قل له فاش تقيت. قلت رزوقة يحب يكون جيب ثلاثة أيام. قل له فاش قايد. قتلو أوفش. يقول لك شوية أخر. قل له فاش قايد. قتلو إيش بك يا تطرش عندك أنا. قالك بقيت في نتاع الفنون الشعبية ذيك. يحب يشطح. وش بقانا توا كان طبال وزكرة وندوروها فزاني مرتاح. يا سيدي نشطحوا الناس كل ما بعضنا بر 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 اخرج اخرج بر قالك بر اشطح. المرأة اللي حكيت لك عليها اللي حاطت رجلها في الفريجيدير بيها
حكم عليها 5 سنين. وانا كان حطيته بالكونسيلاتور قداش يحكم عليها؟ سيد لاو، سيد لاو، اسمح لي بكلمة، كلمة. سيد لاو، أهليك. البارح شفت مرشي. واش؟ شفت ناخذ كيلو دقم. وشكون؟ مت بحال. قلت للمرشي. خرجت خليت بسلين دي زيد انا فكه والله زيد انا فرشت ما كتاش زرقه بسلين بروح سيد لاو سيد لاو لا والله بسلين دي زيد انا زرقه شرالي بابا كي خليت في زياد ايش بسلين زرقه ايه ما نجيك تخلص علي المبروك ايه بسليت الزيت الزرق هزفك قدام المرشي ايه هذيك في هزفة عجالي ايه ايش قالك هذك فالي براو سنسي فدك معاك لا لا تعرفه لا لا ولا تتسر عليه لا لا ولا مالك صح لا ولا لا ايش قالك هو فالي براو اي براو اي يا لو عربي ياكل